اليوم فعلت واحد الاتفاقيه بين جمعيه امجاد عناتيق وجمعيه الاعمال الاجتماعيه لعاصمه تماره، وذلك باش سلمونا حويجات الدراري. فهذه خطوه الى الامام. كنشكر جمعيه الاعمال الاجتماعيه على الدعم ديالهم. حنايا كنا بامس الحجاري كنبغي نشكر جميع اعضاء وعضو جمعيه امجاد عناتيق اللي ساهموا بالوقت ديالهم والمجهود ديالهم والمال ديالهم الخاص من اجل انجاح هذه التظاهره. اليوم كانت عندنا واحد نشاط رياضي متعددي، فيها كرة طاولة، كرة قدم، وافتتاح ديال الكرة الحديدية. فهذه دعوة إلى الجميع للانخراط في هذه الجمعية اللي عندها واحد سمعة جيدة في المنطقة، واللي بسبب هذه السمعة هذه حتى ولا عندنا مستشارين ولينا في المستوى اللي كنتمناه. فضل هذا العمل بدات ممكنة باش ندمجوا وليداتنا وبنياتنا خصوصا البنات في صنف كرة الطاولة، وبالنسبة للأطفال في كرة القدم، وهذا كله كما قلت لكم بفضل التعاون مع الجمعية كما قلنا مع التعاون مع السي مصطفى عزول اللي كيبذل واحد زعما جهد كبير من أجل زعما إنجاح هذا التعاون. والحمد لله اليوم ها هو تحقق هذا التعاون مع وليداتنا وبنياتنا اليوم، وحنا جد مسرورين، وإن شاء الله حنا دائما غنبقوا على هذا التعاون من أجل المضي قدما إن شاء الله، ومن أجل هاد الشباب وهاد الوليدات إن شاء الله. وشكرا. سلمى إبراهيم من القسم الثاني إعدادي 14 عام، ومارس هاد الهواية لأنني أجد فيها راحتي وأملئ بها فراغ وقت فراغي. وشكرا لجمعية أمجاد عناتيق والأستاذ مصطفى.